وفقا إلى ويكيبيديا، طرابلس هي ثاني أكبر مدينة وميناء في لبنان، وتقع على بعد 70 كيلومتر شمالي بيروت. فيها ما يقارب 500,000 نسمة، أغلبيتهم من المسلمين السنة، مع أقليات من المسيحيين والعلويين. قديما عرفت طرابلس ببساتين البرتقال الواسعة، وخلال فصل الربيع كان زهر الليمون يعبق في الأجواء ليخلق عطرا رائعا مالئا المدينة وضواحيها. ردوا لك التيك؟ ميخاص مشي حال ايه؟ واعطوك مصرياتك؟ ميخاص حليتها؟ مني جبت لي سوا؟ ايه نسيتها. لا تأخر كثير لك شمس عليك وشو. شو معطرت؟ أنا غريب ورحت هيدي هلأ؟ خلاص سكر ومنتغدى أنا وأنت. بخير أبوها شو بدك؟ ويتايتا منها روح أبوني كلا. طيب مين هذا اللي هون؟ لك ما في حدا روح للعاب. طيب مين؟ لك ما في حدا روح أبوني كلا. طيب وين التايتا؟ أخي مشو نجمك علي هلأ. طيب بس وين التايتا؟ إذا بتلعب هونيك بدك تزور بعضهر. عن جد؟ إيه على أكيد. إيه يعني شو بدي في شغلي؟ قعد لوحدي ومرتاح، شو بدي يجيبك أنت أسرع بهالبيت قعدك هون؟ صار معك عيش بتعرف أنا فايت نام.